أيها الأحباب، حديثي وإياكم في هذا اللقاء الطيب المبارك بعنوان فضل يوم عرفة وسنة الأضحية، ليس سواك للمضطر عونا إذا نزلت به كرم العظام، وحق بلاد رحمتك ابتهال الوفاء والدمع وانقطع الكلام. علمت بأنك الغفار ربي ومن نعماك ينهجم الغمام، فإن تغفر وترحم يا إلهي فليس يمني وإن غضب الآن. أيها الأحباب، يقول الحق ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. أيها الأحباب، إن من فضل الله سبحانه وتعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن جعل تضاعف فيها الحسنات وترفع فيها الدرجات.
لا يكون إلا لغير الحاج، وهذا هو هدف نبينا صلى
عليك أيها المسلم الكريم أن تكسر من الدعاء وأن تكسر من الذكر في هذا اليوم الأهم المبارك. ما جئتك تجاه هذا اليوم العظيم أيها المسلم الكريم أن تترك التشاحن والتفرق، فكيف بك تكون مسلما وتقول يا الله وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب لك دعاء وبينك وبين أخيك المسلم شحناء وبينك وبين أخيك المسلم بغضاء؟ وما أكثرها إخوة الإيمان والإسلام الشحناء والتقوى في هذه المؤونة أن تصلي وتقول يا رب اغفر لي يا رب اغفر لي يا رب تقبل مني، وبينك وبين أخيك المسلم حقد وغل وحسد، فلزاما عليك أن تطهر داخلك قبل خارجك حتى يقبلك الله سبحانه وتعالى. هذه الأعمال أيها الأحباب، ما أحوج المسلم أن يتعرض لنفحات ربه في هذه الأيام المباركة اقتداءً وامتثالاً لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. أيها الأحباب، يوم عرفة من الأشهر الحرم، وهذه الأشهر تتضاعف فيها الحسنات كما تتضاعف فيها السيئات، فلزاما عليك أن تتقرب إلى الله بشتى أنواع القربات بالذكر والدعاء والصوم والصدقة، وهذا هو هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، تأتي إلينا سنة الخطبة، هي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم على المستطيع، ولقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين ابلحين اقرنين، ذبحهما النبي صلى الله عليه وسلم بيده وسمى وكبر وقال علي الاول هذا عني وعن اهل بيتي، وهذا الذي لا يستطيع الأضحية، لقد ضحى عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأضحية ليست تفاخر وليست تباهي كما نرى إخوة الإيمان والإسلام، ولكن الأمر يحتاج إلى حسن نية وإخلاص لله تبارك وتعالى. قال جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالأضحية هي على المستطيع، ولزاما عليك أن تطيب بها النفس، وهذا اليوم ألا وهو يوم الأضحى الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ليس شيء أحب إلى الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم من إهرامنا، وإنها تأتي يوم القيامة بقرونها وأطوافها، وإن الدم لا يقع عند الله بمكان قبل أن يقع على الأرض. فطيب بها نفسه الذي عنده الاستطاعة إلى المضحي يضحي، لا يكلف نفسه ما لا يطيق، ولا
Thank you.